بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا مرحبا بك يا رمضان في ربوع سيد الخلق والأنام صلى الله عليه وسلم. يا مرحبا برمضان عندما نأوي إلى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونصلي في مسجده لله تعالى، ونفطر في حرمه الشريف. يا ربنا لك الحمد على ما أكرمتنا واصطفيتنا به، ونتمنى كل المسلمين، انظروا إلى الكرم، انظروا كيف يقوم المسلمون الآن بتوزيع الوجبات لعباد الله الصائمين. انظروا، والآخذ أفرح من أفرح أو المعطي أفرح من الآخذ، المعطي أفرح من الآخذ. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الكرم، شوفوا الكرم، انظروا إلى الكرم. كل يحمل خيرا يريد أن يوزعه ويريد أن ينال الأجر فيه. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، علب للصائمين، ما شاء الله، ما شاء الله. انظروا، هذه كونتينرات للإطعام. انظروا كيف يفرقون الطعام لأجل أن يأكله المسلمون ويفرحوا به في هذا الشهر الفضيل. انظروا، ما شاء الله تبارك الله، في ربوع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، في طقس جميل للغاية. في الحقيقة لا ينقصنا إلا الترتيب، أما الكرم والجود والمحبة والسرور فكلها في أوجها، كيف لا وحبيبهم بجوارهم صلى الله عليه وسلم. خلي يشيلهم للأمور يا حكيم اللاجئ. ما شاء الله، ما شاء الله تبارك، ما شاء الله تبارك، ما شاء الله. الحب في الله والمحبة والإخاء معاني كلها تظهر طيبة جلية في هذا الشهر الفضيل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. وهذه المراوح التي تطلق رذاذا مائيا منعشا. هنا بسم الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. وهذه هي الساحة الغربية للمسجد النبوي الشريف، ونحن الآن هكذا باتجاه القبلة، وهنا القبة الخضراء الغراء المشرفة المكرمة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هؤلاء عباد الله جاءوا إلى حرم رسول الله يسألون الله تعالى اللطف والمغفرة والرحمة، وأن يبلغهم ما يأملون، يبلغهم الجنة ويعيذهم من النار، ويسألونه لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه، يسألونه رضاه والجنة، ويعوذون به من سخطه والنار، ونحن معهم. فيا رب أعطنا، يا رب أعطنا، يا رب أعطنا من واسع فضلك، أعطنا يا كريم. انظروا، هذه هي العلب التي يأخذها الصائمون، انظروا إلى محتوياتها، سواك وبسكويت وتصبيرات وحليب وأشياء أخرى، وهناك وجبات جاهزة معدة، دجاج وكبسة وأشياء أخرى، كلها لعيون الصائمين، والفتوت والشريك والزبادي والدقة، الدقة المديني، كل هذه لعيون الصائمين. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لا تحرمنا، يا رب زدنا ولا تنقصنا، يا رب، يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله، جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله. أشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد، جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، وجمعنا بك في مستقر رحمته. السلام عليك يا سيدي يا ابن الصديق،
السلام عليك يا صاحب رسول الله، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا سيدي عمر الفاروق، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء وجمعنا بكم في مستقر رحمته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما شاء الله تبارك الله. هنا هذه أحد السفر التي وزع فيها وجبات البيك، ما شاء الله تبارك الله، وهي سفر متعددة جلس فيها الصائمون. انظروا معي، هناك وزع البيك، بارك الله لمن دفع وبذل، وتقبل الله ممن أخذ وأكل، ويسر الله لنا من واسع فضله بعدها على العجل العجل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بهذا نرجو أن نكون قد أعطيناكم صورة جميلة رائعة ملونة عن الإفطار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده الكريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.